خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتطلق وزارة الثقافة في إطار جهودها المستمرة لدعم الفنون وتنمية المواهب المسرحية في الأقاليم والجامعات الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية والدورة 6 من مواسم نجوم المسرح الجامعي في حدث متزامن وليلة استثنائية لدعم الحركة المسرحية المصرية، وده في تمام 7 مساء بمسرح السامر بالعجوزة وبيستمر حتى 29 يونيو. النهاردة هتسير مصر للطيران 25 رحلة جوية بواقع 12 رحلة القاهرة جدة و12 رحلة القاهرة المدينة المنورة ورحلة القاهرة الطائف، وده لنقل حجاج بعثة وزارة السياحة والتضامن والداخلية وتضامن المؤسسة والجيزة والمنيا والبحر الأحمر والدقهلية والقاهرة والشرقية وقرعة أسر أفراد العاملين والغربية والترانزيت وحج أفراد. النهاردة هيكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا أبطال فيلم رفعت عيني للسماء الفائز بالجائزة الأولى بمسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان كان السينمائي بدورته 77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان.